معيبة جدا تتسرب من مؤتمر صحفي لوزيرة الإعلام جمان غنيمات في دار رئاسة الوزراء، وفيها انتقاص لزملاء لنا أحسنوا لمعاليها وحملوا مايكات لقنوات لا يعملون بها حتى يقللوا من عدد المراسلين فلا ترتبك معاليها. إذا كان التسريب يأتي من بيت حكومتكم فكيف تريدوننا أن نثق بكم؟ ولماذا تعقدون مؤتمراتكم إذا كنتم تخافون من مواجهة الكاميرات وطرح الأسئلة؟ وهل جزاء الإحسان يكون بالإساءة؟ وهل ترضى جمانة وحكومة النهضة التي تمثلها إهانة الصحفيين؟ يا حوينة شبابك يا نهضة.